بالنسبه للفرص وبالنسبه لاداء بعض لعيبه زي حسام حسن، الناس النهارده لمت على حسام ان هي في فرصه على راسه الطبيعي انها جول. وارد. طبعا حسام حسن لعيب هداف، الشريف لعيب هداف، فالناس دي طبعا بتتامل فيهم كل الخير، والنادي الاهلي جايبهم على اساس ان هم يعني اللي بنسميهم ان هو يعني بيحرز من انصاف الفرص. فالنهارده غير موفق مفيش مشاكل، خلاص معلش هارد لك، الفرقه كلها ما كانتش مركزه. الفرقه كلها كانت غير موفقه. برضه عايز اقول حاجه بقت سمه غريبه شويه في فرق الاهلي والفرق المصريه، كثره اضاعه الفرص في فرص من المفترض، مش هجوم والله على حد، حسام لعيب كبير وكل حاجه، بس انت في الاخر في مباريات بيجي لك واحده واثنين بس وسهله، انت في الاخر مهاجم النادي الاهلي، لازم دي ما تيجي تبقى جول. طيب هو دلوقتي يعني انا احنا هنتكلم كده من ناحيه فنيه سريعه كده برضه، اول حاجه انت كمدرب بتشوف ايه الاخطاء اللي عندك، مش عندك انت كمدرب، لا، ايه الاخطاء اللي موجوده عند الفرقه، بتعمل عمليه تشخيص للفرقه بتاعتك، هل هي ايه المشكله اللي عندي، لو عندي مشاكل دفاعيه بحاول احسنها اثناء التدريبات، لو عندي مشاكل مثلا في نص الملعب بحاول برضه احسن المشاكل دي، او عندي مشاكل في احراز الاهداف لازم اتمرن عليها. في حاجه اسمها كمان تمرينات تخصصيه، التمرين التخصصي ده مهم جدا جدا بالنسبه برضه للفيرود وللمهاجم يعني، او بالنسبه لوسط الملعب او المدافع. فانا حاجه زي كده بضيع، يبقى لازم اعملها كتير في التمرين، اعملها كتير في التمرين تحت ضغط، ده من الناحيه الفنيه او من الناحيه العمليه اللي في الملعب. غير كده الناحيه النفسيه، لازم اتكلم مع اللاعب كويس، اوري له برضه الحاجات، اوري له امتى كان بيجيب لو عنده مثلا مشاكل في التهديف، الحاجات اللي هي الايجابيه اللي هتخليه يبقى نازل وعنده ثقه في نفسه انه يجيب جول. انما النهارده لو في اي هجوم على حسام حسن انا ضد طبعا الكلام ده، لان انا شايف، انا عارف ان حسام حسن من اللعيبه كويسه جدا، السنه اللي فاتت كان من هدافين الدوري، وراح ليبيا وكان هداف هناك برضه والنادي الاهلي طبعا هتجيب له فرصه، وهيلعب طبعا شريف برضه نفس الكلام. فيعني انا مش عايز برضه اتحامل عليه، هارد لك وبتحصل وان شاء الله يجيب المره الجايه. راي حضرتك في موسيماني؟ موسيماني مدرب كويس جدا طبعا، عمل التارجت او عمل الهدف بتاعه مع النادي الاهلي، النادي الاهلي جدد له النهارده. اعتقد ان هو برضو يعني الظروف ما قبل المباراه خليته متوتر شويه، طبعا هو رايح جنوب افريقيا، رايح بلده، ومعاه طبعا بالنسبه له هم ضيوف، كان ليه صوره كده ماسك راسه وعينه زي ما يكون عايز يقول ايه، غلبت خلاص هات تاني يا نصر. لا طبعا يعني هو يعني الراجل شغال كويس وبيعرف يعني، ودايما بنشوفه في اللقاءات الكبيره متواجد دايما، اشتغل كويس جدا ماتش بيراميدز 3-0. انا بقول بس هو كان متوتر لا اعتقد دي فرصه حسام حسن مسك راسه، وبعدين انا شفته كمان خبط يعني الازاز اللي وراه، كان متوتر النهارده شويه. وايه ظروف التوتر؟ يعني ايه ظروف التوتر ده؟ طبعا هو النهارده هو كابتن برضه دوخنا، يعني حسام حسن هو ينزله في الدقيقه 90، وبعدين في ماتش اصلا واحد كويس يوم منزله يديله، يعني انت عندك ثقه فيه كبيره. لا اصل هو برضه انا برضه بالنسبه للمدرب واللاعب لازم برضه نتكلم فيها. اللاعب ممكن ينزل اخر ثانيه. لازم لا يعترض على ذلك. صح. ده لاعب. صح صح. وده والمدير الفني دايما عنده رؤيته الخاصه بيه. يعني ليه انا نزلتك في الدقيقه، هل بالعكس ده هو واثق فيه، يعني مديله ثقه ان هو بينزله في الدقيقه 90، وفي ثقه ان انا هديك 90 عشان انت هتحافظ لي على الفوز، هتجيب لي جول او الحاجات دي كلها. النهارده انا شايف النهارده هو كان يعني واخد فرقه النادي الاهلي، رايح بلده يعني رايح لجنوب افريقيا، بقول لهم انا معايا ضيوف عزاز كرام يعني جايبهم، وعايز اوريهم ان احنا قد ايه احنا بلد متحضر طبعا. فحصلت ما قبل المباراه اللي احنا شفناها، الحاجات اللي احنا شفناها، شال السلك بنفسه، دي ما كانش المفروض يعملها، دي برضو يعني صدرت برضو للعيبه التوتر شويه ممكن. يعني هو برضو نزل ليه؟ خلي في عندك في مدير اداري، في اداره، في اداري، في امن، المفروض ما لا اما نزل وطلع وشال الحاجات دي، اللعيبه بدات تشوف ده راجل نزل، ده في حاجه مش طبيعيه. فالحاجات دي كلها برضو ما قبل المباراه مهم جدا برضو، يبقى الاستقرار الذهني يعني الاستقرار الذهني والتركيز بالنسبه لي كمدرب. واضح كابتن قوي ان هو برضه نازل عايز يعني يوري حاجه، عايز يقول ان المضايقه دي ليا، فنازل بنفسه. ماشي. يعني واضح. انا ممكن اتكلم، هو اتكلم النهارده في المؤتمر الصحفي، وضح
انما انا ما صدرش حاجه، هو طبعا صدرها غصب عنه وده انسان يعني برضو، يعني مش عايز اقول ان هو مثلا يعني ده مدرب وحش، لا لا ده انسان طبعًا. في الاول لا بس مدير فني كبير كبير طبعا، وهو انسان زي وبشر يعني اكيد بيغلط حاجات دي، بس احنا بنتكلم في الحاجات دي ليه؟ يعني انا اتكلمت على موضوع النوم وازاي نفكر ازاي نعمل استشفاء كويس، علشان برضو مدربينا اصدقائنا او زمايلنا برضو بنحاول ندرس مع بعض ونحاول نستفيد من الاخطاء دي مستقبلا. النهارده ما كانش المفروض هو اللي ينزل وصدر للناس للعيبه بتاعته ازاي انا متوتر وازاي الماتش في حاجه مش طبيعيه، في حاجه مش طبيعيه، والحمد لله الامور مش مشكله 1-0 مش مشكله برضو. طبعا لحسن الحظ او الظروف خدمت النادي الاهلي طبعا بتعادل الهلال والمريخ، فاصبح النادي الاهلي والهلال والمريخ كلهم منهم 4 نقاط. ماتشين جايين طبعا الاهلي مع المريخ والهلال طبعا ماتشين صعبين، انما النادي الاهلي قادر على انه يتخطى هذه العقبه العقبتين دي ويبقى تاني مجموعه. طبعا اول مجموعه يبقى صعب، يبقى تاني مجموعه، وده الهدف في المجموعه انك انت تتاهل، وبعد كده لكل حدث حديث. مواجهتين سهلين ولا لا صعبين؟ لا لا مفيش سهل، صح مفيش سهل، انا قلت كده في الانترو. لا لا سهل مفيش سهل، والنادي الاهلي عارف الكلام ده كله، لعيبه النادي عارفه الكلام ده كله، وانا متاكد ان هم النهارده جايين وراجعين متضايقين ومش مبسوطين، كان جهاز فني والحاجات دي كلهم يعني حتى لا مش مبسوطين ان هو مش يعني يقول يعني مش متواكل علينا خلاص مش مشكله هنلعب المريخ والهلال وهنكسب، ما اعتقدش. النادي الاهلي دايما متواجد في الماتشات الكبيره والمواقع او اللي بنقول عليها الحاسمه. يعني النهارده انا اعتقد لو المباراه النهارده مع سان داونز في سان داونز وكانت مباراه حاسمه كان الاهلي ممكن برضه يتخطاها.